القلعة نتاع سيدي بوزيد اللي المؤرخين يرجعوا، ولا أنا نعتمد هنايا ماشي على بعض الأشياء ديال التاريخ الشفوي وبعض الأشياء اللي مقارنة ديال ما يوجد في الكتب سواء في العهد ديال يوغورتا أو في عهد الملكة ديهية التي كانت تشرف على تسيير المجتمعات القبائلية الأمازيغية في هذه المنطقة. فإلى رجعنا للصور اللي باقي البقايا ديالو كيحيط بهذه المنطقة كاملة اللي كتشبه شبه الجزيرة لما كانت المياه كتغمر الوديان اللي دايرين بها، كانت شبه جزيرة وكانوا الأمازيغ خذوها كحصن للمؤونة وللأسلحة وللمراقبة ديال الأعداء عن بعد، باعتبار أن الخطة ديال الأمازيغ كانت تعتمد على الجبال والمرتفعات في مراقبة الطرق المؤدية إلى القبائل باش تصونهم وباش تدافع عليهم وباش يشوفوا العدو الخارجي اللي كان جاء من بعد. التاريخ ديال هذه المنطقة نتاع سيدي بوزيد هناك من يرجعه إلى العصر ديال يوغورتا قبل ما يلعبوا به الرومان ويديوا حتى الروما ويقتلوه تما، ثم من بعد غادي يولي واحد المجموعة ديال الملوك وديال الزعماء الأمازيغ إلى أن وصل العصر ديال الملكة دي هي مع أكسل اللي معروف في التاريخ دياله بوكوسيلة البربري، وهو الاسم دياله هو أكسل، وكتعني هذه كلمة أكسل بالأمازيغية هي النمر. لما جاء عقبة بن نافع باش دخل هنا الإسلام ودخل هذه المناطق الأمازيغية كلها، واحد العدد كبير اللي كانوا هنايا ديال الطائفة اليهودية قبل الإسلام، لأن أول من آمن بالديانة اليهودية كديانة ربانية كان اليهود اللي موجودين في هذه المنطقة، وكانوا اليهود اللي موجودين في مناطق أخرى، ولكن كانوا دائما يؤمنون على أن الكتاب الذي أتى به موسى يشير إلى أنه سيأتي رسول من بعدي اسمه أحمد أو محمد. لما جت الديانة الإسلامية على يد عقبة بن نافع وسلم كوسيلة اللي هو في الاسم الحقيقي ديالو أكسل، لكن الملكة ديهية أو الزعيمة ديهية ما بغاش تسلم بصفة نهائية وبدأت معهم في الحروب، كانت هذه البلاصة اللي احنا نتكلموا عليها تاع سيدي بوزيد كانت قلعة من القلع اللي خلاها الملك يوغورتا أو الزعيم يوغورتا، ثم تلحقوا عليها الزعماء الأمازيغيين من بعد إلى حتى وصل الإسلام. فاش بدأت الحروب ما بين الأمازيغ وما بين المسلمين كانت الملكة دي هي أن تشوف لما غادي يقضيوا عليها كتهدم الحصون، وهذا كان من بين الحصون اللي تعرضوا للهدم في ذاك التاريخ. لكن من بعد دخول المسلمين ومن بعد الأدارسة ومن بعد الصراعات على السلطة اللي كانت في المغرب، كان واحد الصراع آخر اللي ناض ما بين الوطاسيين والمارينيين على النفوذ ديالهم هنا، وكان أهل الواد اللي كانوا أحيانا نلقاهم مع المارينيين وأحيانا نلقاهم مع الوطاسيين. هذه القلعة كانت تعتبر من جملة القلاع الرئيسية اللي عمروها وبنوها من جديد، واللي ذاك الشيء كان واحد الوقت لقاو هنا الفلوس في العهد الوطاسي والفلوس في العهد الماريني. وهذه القبة هذه كانت ديال الإمام اللي كان يصلي بالمسلمين اللي مسيطرين على هذه المنطقة. في الجوف ديال الأرض هنايا الداخل كان واحد المغارة ولا زوج، واحدة من هذه الجهة واحدة من الجهة أخرى، لنا الإمكانيات باش نهبطوا عندها ونصوروها لكم ما عندناش الإمكانيات، ولكن كانت الداخل الخزين ديال المؤونة ديال المواد الغذائية وديال الحبوب للجيش اللي كان مرابط هنايا، ثم كانت الخزينة هنا ديال الأسلحة اللي كانوا يوجدوها كذلك للناس اللي التحقوا بالجيش الماريني أو بالجيش الوطاسي أو من الناس اللي كانوا يلقاو العمل ديالهم مع الجيوش اللي استوطنت في هذه البلاصة. بطبيعة الحال هذا اللي من مورايا هنايا قبل أن يكون مسجدا كان معبدا لليهود، ومع الالتحاق ديال الطائفة اليهودية بالإسلام فتحول هذا المعبد إلى مسجد، وبذلك كنشوفوا البقايا نتاع السور اللي دار به، لأن كان العدد ديال المسلمين تكاثر وزادوا له السور آخر اللي غادي يستوعب العدد تاع المصلين سواء من الجيوش سواء من الناس اللي كانوا ساكنين هنايا وكيصليوا مع الجماعة هنايا. ما كانش الجامع ذاك الوقت اللي في القرى هنايا، ولكن كان كلهم يجتمعوا في واحد المكان اللي هو عبارة عن بطحاء وعندهم إمام، والإمام اللي كان عندهم هو هذا اللي سماه هنا سيدي بوزيد، ونهار اللي توفى دفنوه في هذه البلاصة هنايا.
الاستقلال مباشرة تبنى تما واحد المدرسة لمحاربة الأمية ومحاربة الجهل ومحاربة كذا، لكن ذيك المدرسة بقاو يقراو فيها إلى جات الظروف ديال الستينات فاش بداو المغاربة يمشيو لفرنسا والبلجيك والهولندا وخدموا تما، ففضلوا عدم البقاء هنا وهجروا، فيهم اللي مشاو البركان، فيهم اللي مشاو الحفير، فيهم اللي مشاو الوجدة، وبالتالي القبائل هنا أفرغت من سكانها. الشيء اللي غادي نشوفوه على أن ذيك المدرسة بقات خاوية خالية، ما عندهاش الناس اللي غادي يقراو فيها، ولكن مادام كاين قبائل أخرى اللي في جهة أخرى قريبة بناو لهم المدرسة نتاع بوغريبة وبناو مدارس أخرين اللي يقربوهم للطريق، لأن هذه كان هنا ولاد بو عبد الله، كان هنا ولاد فاسير، هذا الطريق اللي كانت تدي لتافوغات وتدي من مسجد سيدي علي وسعيد ولاد تايمة، هذو كلهم كانوا يقراو في هذا المسجد، عفوا في هذه المدرسة اللي تبنات في البداية ديال الاستقلال ديال المغرب، ولكن الآن رجعت فارغة. أنا اللي كنتمناه هو أن وزارة الثقافة بالشراكة ديالها مع العملاء يشوفوا تقنيين من وزارة الثقافة، يشوفوا تقنيين ديال الأركولوجي، هذا علم، وإذا ما حافظناش على التاريخ ديالنا، ما حافظناش على هذه البنايات اللي يرجع العهد ديالها اللي زاد من 600 ما بين 600 و700 سنة، غادي تقولوا لي كيفاش كان البني هنايا بهذه الطريقة اللي كتشبه في الزليج وكتشبه في الياجور. هذه الطريقة هذه ما كانش عندنا احنا في المغرب، اللي جابوها معهم لما جت الديانة الإسلامية مع عقبة بن نافع وبدأت الهجرة من المغرب الأدنى اللي هو تونس من القيروان، رحلوا عدد كبير ديال التونسيين هنا، وكاين اللي كانوا حريفية وجابوا معهم الصناعة ديال الزليج والصناعة ديال الياجور اللي تعلموها من الرومان اللي كانوا في قرطاج، في قرطاجنا وكانوا في تونس وكانوا في ليبيا، من ثم جابوا ديك الصناعة ودخلوها هنايا. لذاك الشيء كنلقاو الحجر منقوش، ولقاو النوع الشكل ديال الياجور اللي هو رقيق اللي كان عنده الفران فاش يطيبوه، ولقاو كذلك النوع ديال التراب اللي ردوا على السكر ديال الزليج، لذلك طلعوا هذا النوع ديال البيليات بالحجاره المسقوله وبنوع تاع الياجور وبنوع ديال الزليج، كنشوفوهم عباره عن اقواس، وهو ما يسمى بالمعمار القديم اللي خذيناه على الرومان، رغم ان الرومان حنايا غالب الظن انه ما دخلش المنطقه ديالنا، والرومان ما كيبنيوش، ولكن نهار اللي هجموا بالقوة ديالهم وكانت عندهم قوة كبيرة اللي استطاعوا يشدوا بها شمال إفريقيا ويحكموا في واحد مجموعة تاع الدول ديال أوروبا، نظر للقوة ديالهم والبطش ديالهم كانوا لما دخلوا للمغرب لحقوا على الفينيقيين اللي بناوا واحد مجموعة ديال القصور واللي كانوا موجودين، أو بحال مثلا وليلي بحال هاد المناطق اللي كيدخلوهم يستولوا عليهم ويرجعوا ثكنات عسكرية ديالهم. لذلك فالمغرب لم يستفد اطلاقا من البنايات ديال ولا من الهندسه نتاع البناء الرومانيه، لكن في تونس كانت تما بنايات اللي كترجع للعصر الفينيقي، وهنايا هذه المنطقه تاجروا فيها الفينيقيين وما بعد الاسلام المسلمين مع المزيغ، ولما انتشر الاسلام بدات الصراعات ما بين الدول الصاعده وبخصوص في العصر المتصل الماريني. الآن احنا موجودين في المنطقة المعروفة باسم إيدر عوين. هذه المنطقة إذا كتشوفوا هذه المساحة كلها اللي تصورت عن طريق التصوير الجوي ثم عن طريق التصوير الأرضي، واللي احنا جالسين في واحد المكان اللي كان فيه واحد الملك قبل الميلاد بشيء الكثير، وكان كيسمى الملك سيدل أو المعروف بالملك أريذال أي الملك الأرج. هذا الملك هذا الوقت اللي وسع النفوذ ديالو ما بقاش عنده المملكه هنا، ولكن مشات للمملكه ديالو حتى القلعيه في اقليم الناظور، لذلك لقاو جبل سيد لهنا اللي فيه القصر ديال الملك ديالو، وفي نفس الوقت لقاو اولاده اللي كانوا هما امراء في الناظور عندهم السميه ديالهم بني سيدل.
هذا المكان هذا دابا كاين جوج ديال القراءات. إذا تبعنا القراءة ديال اللي دارها الدكتور أكرورو في الجامعة تاع بني ملال، وتبعنا القراءة اللي دارها وباقي مارسها مع الجامعة ديال روما هو الدكتور مشيوي بالجامعة ديال محمد الأول بوجدة، كتقول على أن الرومان ما دخلوش لهذه المنطقة، حدهم الواد ديال ملوشة اللي هو واد ملوية، دائما كانوا يهجموا يبغوا أو يحاولوا يهجموا أو يحاولوا يسيطروا على هذه المنطقة باش تكون شمال إفريقيا كلها في يديهم، بدل باش تكون من طنجة حتى الوليلي ومن تما سلا. القراءة ديال هاد جوج ديال الدكاترة كتقول أن الرومان حدهم واد ملوشة وما عمرو دخلوا هذه المنطقة. القراءة الثانية اللي جات علي الدكتور العناوي محمد اللي هو ولد الرقادة في الجامعة ديال جامعة الدار المهلاس فاس، كيقول على أن الرومان كانوا موجودين هنا، وكيدل على ذيك المسألة بواحد القراءة الحجرية اللي موجودة هنا. أولا إذا كتشوفوا هاد الحجرة هذه ماشي بحال الحجر العادي اللي مكور، هذه لي بيير كاي ولا الحجر المسقول، لان هاد الطبيعه هذه واش الفينيقيين من قبل خذاو على الطريقه ديال البنايه الرومانيه، خذاو عليهم الطريقه وكان اللي كيخدم هنا، او الملك سيدل كان يجيب الناس اللي هما مختصين في صقل الحجاره وكيخدموها له وبنى هذا القصر، او ان الرومان وصلوا هذه المنطقه وما مسجلهمش التاريخ. اذا هذه مجرد قراءات. اللي هو مهم بالنسبه لنا كمنطقه اللي هي اثريه هو ان في الجوف ديال هذا السطح ديال الجبل موجودين مغارات اللي ربما كانت تستعمل للمواد الغذائيه او للاسلحه، واللي هو مهم كذلك على ان الرومان الوقت اللي كانوا في الجزائر كانوا يتحركوا من تلمسان حتى لمنيليا باش يبدلوا الحراسه ديالهم، كان 92 كيلومتر من تلمسان حتى للرقاده، وكاين 92 كيلومتر من الرقاده حتى لمنيليا. الوقت اللي كانوا يفوت ديك الجيوش الرومانيه على حسب الحكايات كانت تريض دير الاستراحه ديالها في عين الرقاده لمده تاع جوج سيمانات او ثلاثه، جوج اسابيع او ثلاثه يوصلوا تما عاد ويقلعوا يمشيوا ليها، كيتلاقاو الجيوش الرومانيه اخرى اللي جات من مليليا وغادي تمشي لتلمسان. القراءه اللي كاين عند الدكتور نشيوي كذلك كيقول على ان كانت هناك اتفاقيات ما بين الرومان وما بين القبائل ديال الامازيغ والزعماء ديالهم، مسموح للرومان يفوتوا التجاره ديالهم او يتعاملوا في التجاره مع هذه القبائل ديال بني زناسن اللي كانوا موجودين هنايا. القصر ديال سيدل الملك سيدل ورثته من بعد الملكه ديهيا، لكن معروف على ان الملكه ديهيا كانت ملي تشوف راسها غادي تخسر معركه من المعارك مع المسلمين كانت تهدم القصور ديالها حتى لا تستعمل كقصور للامراء الجدد او خزانات للاسلحه او للجيوش الاسلاميه. وراء هذا الجبل اللي كتشوفوه كان موجود هنا القصر ديال الأميرة هندة بنت الأمير مولاي يعيش اللي كان موجود في جراوة لما كانت الدولة ديال الأدارسة بسط النفوذ ديالها في هذه المنطقة هذه اللي قريبة العين ألمو وقريبة كذلك الخلاديين وقريبة كذلك الصادقيين وقريبة الجبل ديال بوزعبل. إذن هذه المنطقة هذه مورا هذاك اللي في هذاك القصر وهاد الملكة هندة الأميرة هندة عندها المغارة اللي كتهود بها مهنة لتحت وكاين السرداب تحت الأرض اللي كيوصل حتى الجراوة اللي كانت فيها الملكة ديهيا، وفي نفس الوقت كاين واحد السرداب آخر اللي كيدي لواد الشيخ، وكاين واحد السرداب الثالث اللي كيربط ما بين جراوة والحدود المغربية الجزائرية كتدخلوا في التراب الجزائري نهار اللي كان النفوذ واحد ديال المغرب. نحن الآن في المكان المعروف قديما بمملكة جراوة التي كانت تشرف عليها الملكة ديهيا. هذا المكان بالضبط وفين كان الجامع كان موجود هنا القصر ديال الملكة ديهيا. تحت القصر كان موجود ثلاثة ديال السراديب، السرداب الأول كيدي الفزوان،
السرداب الثاني كيدين عين ألمو، السرداب الثالث كيدين الجزائر. الحكاية كتقول على أن لو يكون هنا واحد المسح توبوغرافي جوفي تقوم به الأجهزة اللي هي قوية، يمكن غادي يعثروا على المناطق اللي فيها السراديب بثلاثة. في نفس الوقت تقول الحكاية على أن الملكة دي هي لما شافت غادي تخسر الحروب كلها مع المسلمين اغتنمت الفرصة نتاع تواجد ديال السرداب اللي كيدير الجزائر، ومن ثم دخلت ومشات للجزائر إلى أن توفيت بالجزائر عن عمر يناهز ما بين 120 و 127 سنة، وما قاموش المسلمين بالقتل ديالها بل حيوها على الصمود ديالها رغم أنها توفيت وهي على الدين ديالها كتحمل واحد الإله مصنوع من الخشب. إذن المهمة اللي احنا نتمناو وزارة الثقافة تقوم بها في الشراكة مع مجموعة ديال المؤسسات نتاع البحث العلمي سواء بالمعهد الوطني للآثار سواء مع الجامعات اللي كتهتم بهذا التاريخ، نتمناو أن هذه الأماكن كاملين اللي شفناها سواء هنا في جراوة أو مملكة جراوة قديما أو في القصر ديال هندا اللي وريها لكم جيش جبل أو عند القصبة نتاع مولاي إسماعيل اللي موجودة عند المقابر ديال اللباتولة أو سيدي بوزيد اللي موجود في تافوغالت أو كذلك القشلة ديال العسكر ديال فرنسا اللي كانت في تافوغالت ولا القشلة ديال العسكر اللي كانت تاع فرنسا في خولوت وتحولت القشلة ديال العسكر ديال الجزائر. هاد الأماكن كاملين نبغيو ونتمناو من العملة من الجماعات المحلية اللي عندها النفوذ الترابي ديالها التعاون مع وزارة الثقافة والمؤسسات الوطنية التعليمية العالية ومع المؤسسات الدولية باش نحافظوا على هذا الكنوز ديال التاريخ البشري والإنساني في المغرب. ونتمناو أن الدولة تدخل في القشلة ديال العسكر اللي كانوا فيها الجزائريين دير لها الترميم كذلك ودير واحد التمثال تما نيلسون مانديلا في إطار العلاقات اللي غادي تحيا ما بين المغرب وجنوب إفريقيا باش تكون مزار مجموعة نتاع السواح اللي غادي يبقاو يبحثوا في التاريخ ديال مانديلا اشنو هي الاماكن اللي فات فيها، وولوت ولا برج وولوت هي واحد من الاماكن اللي فات فيها، بالاضافه بطبيعه الحال هنايا في هذه المنطقه فين كان القائد الزبير الجزائري اللي كان يشرف على فيلق عسكري ثم الدار ديال الحاج بن عامر اللي سبق هضرنا عليها واللي كان يبات فيها ثم تافوغالت، ولكن ركزوا على برج ديال وولوت اللي قضى فيه مده كبيره باش يتعلم السلاح ويتعلم حرب العصابات باش يرجع لتحرير جنوب. هذا الصور اللي من ورائي واحد العدد كبير اللي كينسبوا للمولى إسماعيل القصبات ديال المولى إسماعيل، ولكن في الحقيقة أن هذا الصور بعد الفتح الإسلامي على يد عقبة بن نافع غادي تدخل واحد المرأة مسمية يمينة الزنسنية دخلت في الإسلام وكانت هي بعد تحارب إلى جانب الأمازيغ ثم دخلت الإسلام ومشات مع الجيوش الإسلامية لدرجة أنه في حالة ما لم قدرتش تحارب كتوجد لهم الماكلة وما خسروا أي معركة وتلقبت بالمنصورية. بنات هذا المعسكر هنايا بناته هنا في هذه المنطقة من مراه جاء فات سنين وفات قرون وغادي يجي المولى إسماعيل ويلقى هذه القصبة موجودة وغادي يوسع القصبة حتى جاء الاستعمار الفرنسي وجاء جون مورلو اللي استولى على 168 هكتار أو أزيد من 160 هكتار هنايا، هدم الحيط وسنة 1945 سنة 1946 جريدة العالم والحركة الوطنية غادي تصدر بلاغ ضد جون مورلو الكوماندار الفرنسي اللي كان متقاعد في الجيش الفرنسي. البيان اللي صدر كيندو بالتحطيم ديال الجدران وديال القصبة اللي هو مهم كذلك ان الرخام اللي كان هنا ومسائل اخرى اللي هي اثارية سرقها جون مورلو وداها لفرنسا وباعها للمتاحف الفرنسية، ومن حق المغرب الان في اطار الاتفاقية الدولية الخاصة بالتحف الاثارية يرجع المسائل دياله هنايا. هذا اللي يمكن نقول على هذا الجدار او هذا الحائط اللي بالتاريخ ديالو من الفتح الاسلامي الى غايه المولى اسماعيل الى غايه التهدم ديالو على يد الكوماندار جون مورلو. احنا موجودين في البرج ديال وولوت اللي كان يعتبر ما قبل الثوره الجزائريه، قبل ما يتلحق الثوار الجزائري هنا كانت قشله او ثكنه عسكريه تابعه للجيش الفرنسي كفيلق تابع للقياده العسكريه اللي كانت موجوده في تافوغالت. لكن من بعد خروج الاستعمار من المغرب قام محمد الخامس رحمه الله
وهدا هاد التكنة العسكرية بالتضامن ديال الشعب المغربي والملك محمد الخامس مع الشعب الجزائري من أجل الاستقلال ديال الجزائر في إطار وحدة المغرب العربي، قاموا وسلموا هاد القاعدة العسكرية اللي كان ديال فرنسا، سلموها لجبهة التحرير الوطني الجزائرية. احنا الآن في واحد المكان، الباب اللي من مورايا هنايا نتاع هاد البيت كانت هو المبيت ديال القائد العسكري اللي هو ريبومدين للاسم الحقيقي ديالو محمد بوخروبة، في حين أن البيت اللي في الجهة اليسرى ديالي هنايا كانت ديال ترانسميسيون وديال الاتصالات السلكية ولا سلكية مع القيادات العسكرية اللي كانت موجودة سواء في ترجيرت أو سواء في جهة ديال الأحفير. هاد البلاصة هذه جمعت القيادة العسكرية والسياسية الجزائرية، من جملتهم الرئيس الثاني بعد استقلال الجزائر اللي هو ريبومدين، ثم الرئيس الأول من بعد الاستقلال اللي هو أحمد بن بلة واللي حتى هو أصله من المغربي تزاد في عين صفا، ثم جمعت آيت حمد اللي هو من القبائل ديال الجزائر، ثم الرئيس المغتال في الجزائر اللي هو بوضياف. بالإضافة إلى هذه المسائل اللي كانت هنا القيادة العسكرية والسياسية، بطبيعة الحال كان هنا جوج ديال الزوار اللي يتعدوا من الأوائل أو من الرواد ديال الحركة التحررية الإفريقية، هو نيلسون مانديلا اللي كان يدرب على حرب العصابات وعلى استعمال الأسلحة في هذا المكان، بالإضافة للزيارة الأخرى اللي كانت ديال أول رئيس ديال أنغولا في إطار التضامن الإفريقي من أجل استقلال باقي الشعوب الإفريقية. انتقلنا من المكان الأول للمكان الثاني من القيادة العسكرية والسياسية الجزائرية اللي كانت في المقر اللي وريت لكم الأول، الآن انتقلنا عند المقر الثاني اللي كان يضم الضباط من الكبران والكبران شاف ساجون ساجون شاف حتى الأوفيسيه، كانوا في هذا المكان هذا. ثم هذا المكان هذا اللي ضم واحد الجهة أخرى كانوا فيها الجيوش الجزائرية، واللي كانت هذه المنطقة نتاع واولوت وديال تزاغين وديال ورطاس وديال هذه المنطقة كاملة، اللي كانوا كل أسبوع الناس ديال هذه المنطقة يجيبوا الطعام الكسكس يجيبوه للجيش الجزائري باعتباره أنهم كانوا يعتبروا إخوة وكانوا يعيشوا المحنة اللي عاشوها الشعب المغربي. ثم حاجة أخرى، أن القبائل ديال بليزاس هنا لما كملت الثورة المغربية هنا واسترجع المغرب الاستقلال ديالو، انتقلوا المئات من المغاربة من قبائل بليزاس للجزائر من أجل حمل السلاح في وجه الاستعمار الفرنسي، لذلك لقوا واحد العدد كبير تاع الشهداء المغاربة سواء بهذه المنطقة سواء من المنطقة ديال الكبدانة ومن الريف اللي كنلقاهم ما بين وهران ومغنيه على الحدود المغربيه الجزائريه، كلهم الاغلبيه ديالهم من اصل مغربي. الاضافه لهذه الامور كلها، الحموله التاريخيه ديال هذا المركز القيادي العسكري اللي كان يربط اللي كان هو الرئيسي واللي كان يتحكم في القياده الثانويه اللي كانت موجوده في ترجيرت مع القائد الزبير، ثم القياده الثانويه اخرى اللي كانت في غار جيفه مع احفير، كلها كانت تسير بهذه المنطقه هذه اللي كان يقودها هو ريبومدين وهذا المجموعه اللي كانت معه هنا واللي كانت تزور معه. حاجه اخرى اللي خصني نذكرها، على ان محمد الخامس لما استقبل نيلسون مانديلا اللي قدموا ليه الدكتور الخطيب في هذيك المرحله بالضبط، محمد الخامس قدم مساعده ماديه مهمه بالنسبه للثوار في جنوب افريقيا، في نفس الوقت كلف المغرب بشراء الاسلحه من باكستان اللي وصلوها لمنظمه سوابو لداخل في جنوب افريقيا، ثم المؤتمر الوطني الافريقي. لذلك ان الحموله التاريخيه اللي كتربط ما بين المغرب وجنوب افريقيا خصها ترجع عند الحاله الطبيعيه ديالها في العلاقات الدوليه، باعتبار ان المغرب كيعتبر الركيزه الاولى في استقلال جنوب افريقيا واللي لعب دور مهم في تهريب الاسلحه لفائدة الشعوب داخل جنوب إفريقيا وعلى رأسهم نيلسون مانديلا اللي تعلم هنا السلاح وتعلم مع القائد الزبير في ترجيرت وتعلم كذلك في تافوغالت مع القيادة اللي كانت موجودة في تافوغالت. الاهتمام الكبير اللي غادي توليه العمالة ديال بركان والمديرية الجهوية للثقافة فيما يتعلق بهذه الآثارات التاريخية القديمة والحديثة، ربما أنه من الواجب أن نقترح أن تكون هناك واحد التوأمة ما بين مجموعة ديال المؤسسات المغربية والأجنبية على رأسهم جامعة محمد الأول بوجدة،
الجامعة تاع ظهر المهراز، من الجامعة تاع محمد الأول بوجدة كان الدكتور نشيوي، من الجامعة ديال فاس كان الدكتور العناوي، ومن الجامعة تاع بن ملال كان الدكتور أكرورو، ثم المعهد الوطني للآثار وجامعة روما، ثم معهد اليونسكو وجامعة السوربون. هاد المؤسسات المغربية والأجنبية اللي غادي تعتمد على واحد المجموعة ديال الأبحاث والدراسات اللي موجودين في كتب اللي ما احنا ما عندناش، ربما نستفدوا بالمكتبة نتاع اليونسكو أو بالمكتبة نتاع روما وبمختلف الدراسات والأبحاث اللي تجرات على يد مجموعة ديال الدكاترة اللي عندنا هنا في المغرب، باش يمكن تكون واحد اللجنة موسعة اللي غادي ترجع بنا لدراسات هاد الآثار نتاع سيدي بوزيد والآثار ديال اللي صورناه من قبل، ثم الجراوة فين كانت الملكة دي هي، ثم غار الغولة، ثم يقولوا يفري وسمغ يعني غار الأسود، والقصر ديال هندا، والآثار اللي موجود مشيت ناحية ديال ورطاس واللي التاريخ دياله ربما يرجع إلى البيزنطيين. إلا وصلنا نبحثوا في هذه المسائل ونديروا الترميم لهذه المسائل، أعتقد أن كذلك حتى البنايات الحديثة في وقت الاستعمار الفرنسي بحال القشلة ديال العسكر ديال تافوغالت والقشلة ديال العسكر ديال وولوت اللي كانوا فيها الإخوان ديال الجزائر واللي كان فيها مانديلا والرئيس ديال أنغولا نهار اللي استقلت أنغولا حتى هو كان جا هنايا، هاد الأمور كاملة علاش كنحيوا هاد التاريخ؟ علاش كنحيوا هاد الذاكرة ديال المنطقة نتاع قبائل بني زناسن؟ ربما أنه في المستقبل القريب سوف ترفع دعوة قضائية ضد المعهد الوطني الفرنسي للآثار رجعوا 200 هيكل عظمي اللي خذوها من عند من مغارة الحمام، وربما خصنا وزارة الثقافة ولا المعهد ديال الآثار يبني واحد المتحف اللي موجود اللي خصو يكون قدام القشلة ديال العسكر ديال فرنسا من بعد الترميم ديالها، واللي بغى يدخل تما يشوف ذوك العظام ديال جدودنا اللي فات عليهم مئات الآلاف من السنين ملايين السنين واللي موجودين الآن في فرنسا خصنا نرجعهم عندنا هنا، ثم الجمجمة اللي كاين في الرباط، ثم واحد مجموعة ديال العظام اللي موجودين عندنا في المتحف ديال التاريخ في الرباط والمتحف الوطني خصو يكونوا هنا إلا بغينا بالفعل نخلقوا بها منطقة سياحية بامتياز سواء للباحثين سواء للزوار سواء للطلبة إلى غير ذلك. أنا لا أعتقد أنه هذه المؤهلات الجغرافية والطبيعية وهذا الخير اللي أعطانا الله الخير ديال هنايا بالإضافة إلى هذه المتاحف اللي خصها تبنى والترميم ديال الآثار لابد وأن يجلب للمنطقة خيرا من خلال السياحة ومن خلال المشاريع الثقافية التي تهم المغرب ككل والمنطقة نتاع قبائل بني وزناسن والجهة الشرقية بصفة عامة أو بصفة خاصة.